الشباب ما تضيعوش هذه الفرصه، احسن منصه اللي تقدر انك تدخل منها كذلك ارباح ليا كبيره. ودونك بالنسبه طبعا هذه المنصه، الناس اللي ما عندهمش كذلك الفلوس باش يضيفوا كذلك الايداع ديالهم، هذه المنصه كتعطيكم واحد المبلغ ديال 100 دولار بمجرد انك كتصاوب كذلك الكونت ديالك، كيعطيوك كذلك مبلغ ديال 100 دولار، هذه كتاخذها كذلك غراتويت. بالاضافه طبعا انفو كتواصل كذلك مع السيبور طبعا ديال هذا السيت، هذا كيعطيوك كذلك مبلغ ديال 1 دولار، يعني المجموع تقريبا مبلغ ديال 7 دولار ممكن انك تخدم فيه. وكذلك سيادنا طبعا هذه المنصه دايره واحد العرض، انا صراحه علاش عجبني، كل واحد قمتي بالدعوه ديالو غتاخذ عليه تقريبا واحد المبلغ ديال 5 دراهم، دخلتي مثلا 200 واحد غتاخذ عليهم على الاقل واحد المبلغ ديال 1000 درهم، دخلتي حتى 1000 واحد، مهم شوف كل واحد دخلتي كذلك مرابط الافيليت ديالك انت كتاخذ عليه واحد العمول ديال 0.50 سنت. لهذا الشباب ما تحاولوش انكم تضيعوا هذه الفرصه، وسوغتو الناس اللي كيخدموا كذلك على نظام الافيليت، راه ديجا قلت لكم في اي فيديو الناس اللي كيخدموا على نظام الافيليت راه عندهم ارباح على مدى طويل. دونك يلا ندوزو دابا حاليا نشرح لكم كذلك البلاتفورم. بالاضافه انا صراحه علاش عجبتني كذلك هذه المنصه، عم كذلك جميع الابناك المغربيه، كدعم السياش بنك، تجاري وفا بنك، البريد بنك، البنك الشعبي، وكذلك بالنسبه للناس اللي باغيين انهم يسحبوا فلوسهم عن طريق اليو اس دي تي، بالنسبه طبعا النيتورك كيبقى كذلك من الاختيار ديالك، غير تخدموا كذلك بهذه المنصه احسن من ديك لي زابليكاسيون والمواقع اللي كتضربوا فيهم تماره، كتيليشارجيو لي زابليكاسيون كدوزو مهمات، يعني كتضيع وقتكم اسيادنا في الخاوي. كاينين بزاف ديال اليوتيوبر حاليا كيبارطاجيو معكم كذلك منصات طبعا كيكون الوسيله الوحيده باش انك طبعا تربح من هذيك المنصه عن طريق عموله ديال الافيليت، يعني نسبه 100% عموله ديال الافيليت. الناس اللي كيعتمدوا على نظام الافيليت هما اللي كيكون عندهم كذلك نسبه ديال الارباح اللي هي كبيره، كتوصل تقريبا 7000 درهم، يعني تقريبا 700 يو اس دي تي، 800 يو اس دي تي، حتى 10000 يو اس دي تي ممكن انه يربحها عن طريق عموله ديال الاحاله. وانتوما كتضربوا تماره يعني في الخاوي، كتيليشارجوا لي زابليكاسيون، كدوزوا مهمات، يلاه كتربحوا واحد النسبه ديال السنتات. اما بالنسبه طبعا هذه المنصه يعني انت ما كدير والو، سير اخويا خدم خدمتك، دير الحاجه اللي كديرها طبيعة الحال، يعني تقريبا كل 24 ساعه المنصه كتعطيك كذلك نسبه ديال الارباح على حسب المونطو او كذلك على حسب المبلغ كذلك اللي استثمرتيه كذلك في هذه المنصه، فهمتي؟ عندنا قبل طبعا ما نبداو نشرح لكم هذه المنصه ما فيها باس، راكم ما خاسرين حتى شي حاجه، خليو معكم واحد لايك وخليو كذلك معكم واحد المتابعه بالنسبه لنا الجدادين، باش اي فيديو كذلك حطيناه في القناه توصلوا به بطبيعه الحال. المهم سيادنا دابا ركزوا معايا باش نوريكم كيفاش تصوبوا كذلك الكونت ديالك. اول حاجه اخويا كتدخل الجيميل ديالك، ديك الساعه غتكليك على الزر ديال ساوند يعني ارسال، غيصيفط لك واحد الكود طبعا في الجيميل ديالك باش كذلك كتفيريفي الكونت ديالك، ديك الساعه كتدخل الباسورد ديالك، كتكونفيرمي كذلك الباسورد ديالك. بالنسبه طبعا كود ديال الاحاله او كود كذلك ديال الدعوه غادي نخلي لكم كذلك في الديسكريبسيون. بهذه الطريقه انا الشباب غتكونوا كذلك صوبتوا الكونت ديالكم. وصراحه انا علاش عجبتني كذلك هذه المنصه، فيها ارباح اللي هي كبيره صراحه، وكيف كتلاحظوا معايا بالنسبه عندكم الفرق اللي كتلعب تقريبا اليوم وكذلك الفرق اللي كتلعب كذلك غدا، وبالنسبه كذلك الارباح مضمونه 100% ما فيهاش طبعا خسائر نهائيا، والارباح وبالنسبه طبعا هذه المنصه راه غتبقى كذلك خدامه على مدى الطويل. لهذا الشباب حاولوا انكم تستغلوا هذه الفرصه هذه. دونك هنا كتلقى كذلك المعلومات الشخصيه ديالك بحال جيميل، رقم التليفون طبعا اللي ديجا كذلك دخلتي، بغيتي تدخل واتساب، دخل تيليجرام، طبعا داك الشيء كيبقى الاختيار ديالك. دابا غنطلب منكم حاجه واحده، ركزوا معايا باش نشرح لكم الطريقه ديال الايداع، لان اغلبيه الناس ما كيعرفوش الطريقه. باش انا عجبتني كذلك هذه المنصه، فيها كذلك الحساب البنكي وفيها كذلك اليو اس دي تي، شوف انت اللي الوسيله اللي غتناسبك. انا اختاريت مثلا اليو اس دي تي، هنا كتدخل مبلغ يعني المونطو اللي غتحاول انك دير به الايداع، ديك الساعه غتكليك على ايداع فوري، غتاخذ ادريس واليت طبعا كيف كتلاحظ معي، وغتمشي كذلك البلاتفورم اللي كتحاول انك تخدم به، يعني المحفظه الالكترونيه سواء تروس واليت سواء باير سواء اي محفظه الكترونيه، ديك الساعه كدير الايداع ديالك. انفو كدير الايداع ديالك، ديك الساعه غتنتظر تقريبا واحد المده ديال ساعة حتى ساعتين على الأقل، كديك الساعة الخوارزمية طبعا ديال التطبيق كتأكد من الدفع وكدوزو كذلك في المنصة، كتلقى عندك هنايا في البالونس. مهم شوفوا الشباب، أنا نشرح لكم دابا الطريقة ديال الاستثمار، شوفوا غير ركزوا معايا، أنا متأكد هاد المنصة هادي غتشكروني عليها. دونك هنا كيف كتلاحظ معايا غتختار أنت الفرقة اللي غادي تناسبك، دونك الفرق كاملين هما رابحين، يعني أنت عندك ربح ما عندكش الخسارة نهائيا، غير باش تعرف هاد القضية. كيف يعني الماكسيمو ديال الاستثمار تقريبا مبلغ ديال 5 دولار وهي غادي 500 دولار كيف كتلاحظ معايا. دونك انت كتدخل المبلغ اللي غتحاول انك تستثمر به، انا نشرح لكم كيفاش. اول حاجه غنكليكو على ديك اختيار كيف كتلاحظ معايا، كنمشيو للكميه، كتدخل المبلغ اللي غتحاول انك تستثمر، وراه ديجا كيقول لك الارباح اللي كتحاول انك تدخلها كيف كتلاحظ معايا. انفو كتسالي كذلك المباراه، كتاخذ ديك المبلغ اللي اللون ديالو كذلك اخضر،
نفترضوا مثلا، ركزوا معايا، نفترضوا مثلا استثمرنا واحد المبلغ ديال 1000 دولار، غناخذوا مثلا 5 دولار فاصلة 80 سنت، هذيك بالنسبه طبعا كتبقى الارباح صافيه ديالنا. استثمرنا كذلك 6 دولار غناخذوا 0.053، كيف كتلاحظوا معايا. وبالنسبه للحد ديال الاستثمار طبعا في النهار اللي هما تقريبا 4 ديال الفرق، ما يمكنلكش تفوتهم غير باش تكون عارف هذه القضيه. دابا حاليا استثمرنا كذلك في هذه الفرقه، كيف كتلاحظ معايا عندك وقت فوقاش غادي يسالي كذلك يعني هذا الماتش هذا فوقاش غادي يسالي، انفو كيتسالك ديك الساعه الارباح ديالك والهامش طبعا اللي ديجا كذلك دخلتي به كتلقاهم كذلك عندك في البالونس، باش تكون عارف هذه القضيه. وهذا رابط الافيليت ديالكم ممكن تبارطاجيه مع لي زامي ديالك سواء في الانستغرام سواء في التيك توك، واي واحد كذلك دخل انت كتاخذ عليه واحد النسبه ديال العموله. وكيف كتلاحظ معايا هادو هما قواعد طبعا ديال العموله، حاول انك تقراهم، ركز معايا وقرا طبعا قواعد ديال العموله. وصراحه انا باش عجبتني هذه المنصه هي كل واحد ملي كتقوم بعملية الدعوة ديالو كتاخذ عليه تقريبا 1.50 سنت اللي هي تقريبا 5 دراهم مغربية. المهم الشباب بالنسبة لبغيتو الطريقة ديال السحب، طريقة سهلة. أول حاجة كتمشي الويدراو، كتخسر إما الحساب البنكي أو عن طريق اليو اس دي تي، داكشي كيبقى الاختيار ديالك. ديك الساعة ديجا كتكون ضايف كذلك الأدريس والد ديالك، إن فوا كضيف الأدريس والد ديالك ديك الساعة كتحدد المبلغ اللي غتحاول أنك تسحبو، كتحاول أنك تسحبو. كيف كتلاحظ معايا بهاد الطريقة كضيف كذلك الحساب طبعا اما الحساب البنكي ديالك او كذلك الحساب ديال يو اس دي سي ديالك، كيف كتلاحظ معايا. الشباب هادشي اللي كان في هاد الفيديو، خليو معكم واحد لايك، واي واحد استفاد كذلك من هاد المنصه شوف حاول انك تبارطاجيها مع الناس باش كذلك تعم الفائده، يعني كلشي كذلك يستافد. هذا كذلك السيبور انا باش عجبني، انفو كتكونتاكسي ديك الساعه كيحاول انه يحل لك المشكل. يلا الشباب.